عايز اتكلم عن ايه مش خاصه بيا لكن خاصه بالسيد المسيح له المجد، وايه الدروس اللي ممكن ناخدها منها. في يوحنا 17، انجيل يوحنا اصحاح 17، السيد المسيح قدم حسابا ختاميا عن خدمته لله الاب. فقال له جمله جميله يريد يضعها كل انسان امامه، بيقول له ايه؟ انا مددتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. يريد ده يكون التقرير الذي يقدمه كل انسان عن حياته على الارض. يقول لربنا انا مددتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. العجيب في عبارة السيد المسيح انه ما قالش العمل الذي اعطيتني لاعمل قد عملته، قال قد اكملته. قد اكملته يعني وصلت فيه الى حد الكمال، يعني ما فيش حاجة تتعمل اكثر من كده. السيد المسيح على الاقل كان له عملان في فترة تجسده على الارض. العمل الاول عمل رعوي وتعليمي، والعمل الثاني عمل كفاري خاص بالفداء. العمل الرعوي التعليمي هو اللي قال عنه في يوحنا 17 العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. اما العمل الكفاري فهو الذي قال عنه على الصليب قد اكمل. وبرضه مسألة الكمال كانت في الحالتين. كل عمل يعمله الانسان مفروض انه يعمله عن طريق الله الحال فيه، يعني ليس مجرد عمل بشري. حتى ان السيد المسيح نفسه وهو الاقنوم الثاني من الثالوث قال في يوحنا 14:10 الاب العامل فيا هو يعمل الاعمال، وقال لان الاعمال التي اعطاني الاب لاكملها هي تشهد. يبقى انت علشان تعمل عمل ربنا لابد ان ربنا يسكن فيك حتى تستطيع ان تعمل العمل الروحي. ازاي؟ في فيلبي 2:13 بيقول فيلبي 2:11 لان الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا لاجل المسرة. ربنا هو اللي يعمل فيك لكي تكون لك الإرادة ولكي تستطيع أن تعمل. والسيد المسيح في يوحنا 15:15 قال بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. إذا إن أردت أنك تنجح في حياتك وتعمل أعمال مضبوطة لابد أن تحتفظ بالله في داخلك. هو الذي يعمل فيه، ومش مجرد زي ما بيقول بعض الأخوة إن آمن فقط. لا، ربنا اهتم بحكاية العمل بالذات، مش مجرد إيمان، لأن الكتاب بيقول إيمان بدون أعمال ميت. وبيقول أيضا في الرسالة إلى غلاطيا الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان العامل بالمحبة. وبيقول الكتاب كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. إذا الإيمان الذي فيك لابد أن يثمر ثمرة، وإن ما كانش فيه ثمر يبقى مش إيمان حي.
يكون إيمان حي وإيمان مثمر. والإيمان الحي والمثمر لابد يكون الإيمان العامل بالمحبة. ولأجل هذا وجدنا أن السيد المسيح كلمنا عن الدينونة في متى 25 من آية 31 إلى آخر الإصحاح، أنت إنه اجلس على كرسي مجد وتجتمع أمام جميع الشعوب، يخلي دول على اليمين ودول على اليسار ويقول لهم كنت جوعانا فأطعمتموني، للعالمين كنت عطشانا فسقيتموني، كنت مريضا فزرتموني. إذا كل دي أعمال، تقول أنا عندي إيمان وما تعملش عمل زي كده تشبه الذين على اليسار. وقال الجنونة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في بيتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا جمل من العدل. يبقى لازم تعمل عمل تثبت فيه إنك إنسان مؤمن بالحقيقة. كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. صدقوني حتى الملائكة أنفسهم في مزمور 103 بيقول باركوا الله يا جميع ملائكته خدامه العاملين مرضاته. يعني الملائكة خدام عاملين مرضاته، بيعملوا ما يرضي الله. بيقول الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه، يعني اول ما يسمع امر الله على طول ينفذه عند سماع صوت كلامه. اذا كان الملائكة كده فماذا نقول عن انفسنا نحن؟ وفي افسس 6 بيقول عاملين مشيئة الله، واحنا بنصلي في الصلاة ربانية ونقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، لأن في السماء يعملون مشيئته عند سماع صوت كلامه بدون تفكير بدون مناقشة مجرد تنفيذ. من أهمية هذه الأعمال أن لما اليهود افتخروا بأنهم أولى أبناء إبراهيم قال لهم السيد الرب لو كنتم أولاد إبراهيم كنتم تعملون أعمال إبراهيم. يعني ما يقدرش واحد يقول أنه من أبناء إبراهيم إلا لما يكون يقدر يعمل أعمال إبراهيم. إذا بهذه الأعمال تعطى لنا البنوة لأبينا إبراهيم. ولهذا ربنا قال في الدينونة انه سيأتي ليجازي كل واحد حسب اعماله، يجازي كل واحد حسب اعماله. ده كتير جدا في الكتاب المقدس، من ضمنها ما ورد في متى 16:27 وما ورد في سفر الرؤيا اصحاح 22 في اخره، يجازي كل واحد حسب اعماله. ومن الحاجات اللي تثبت هذا الكلام بكل قوه كلام السيد المسيح لملائكه الكنائس السبع، رعاه الكنائس السبع التي في اسيا، كل واحد منهم قال له المسيح انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك. تقول لي انا مؤمن، اقول لك اعمالك هي التي تظهر ايمانك، اعمالك هي التي تظهر ايمانك.
الإيمان ده مش مجرد كلام، مش مجرد كلام، وإنما هو عمل يعمله في رسالة يوحنا الأولى. يقول من قال قد عرفت ينبغي أنه كما سلك ذاك يسلك هو أيضا، كما سلك ذاك يسلك هو أيضا. زي ما المسيح كان بيعمل تعمل أنت، لأنه أعطانا مثالا. لازم كل واحد يرن في ودانه كل يوم عبارة السيد المسيح: أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. ولما يخرج من الجسد وروحه تنفلت يقول الكتاب: وأعمالهم تتبعهم. كل اللي انت بتعمله على الأرض يجري وراك، ما يسيبكش. أنا عارف أعمالك. ولهذا قال بولس الرسول: لا دينون على الذين هم في المسيح يسوع. مين؟ السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. إذا مسألة سلوك. طيب، كيف أنت تقول له أنا مددتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أعملته، قد أكملته. فإيه العمل اللي ربنا أعطاك إياه؟ يا ريت تسأل نفسك ما هو العمل اللي ربنا أعطاك إياه؟ ولا بد أن تكمله. تكمله لا لكي تأخذ مديحا من الناس، إنما لكي تأخذ مديحا من الرب الذي يقول: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح رجلك. كامل. يريد كل واحد يسأل نفسه ما هو العمل اللي ربنا أعطاه إياه؟ سواء كان ألماني أو كاهن أو راهب أو أكبر من كده. في ناس ألمانيين عملوا أعمال مديدة، منهم الذين قال عنهم الرب: لتغيروا أعمالكم الحسنة فيمددوا أباكم الذي في السماوات. ليس أنت ما بتستطعش توعظ، لكن على الأقل بتستطيع أنك تعطي الفقراء. ليس ما بتستطعش أنك تبشر أو تعلم، لكن ممكن أنك أنت تكون قدوة حسنة يقتدي بها الآخرون. ايه العمل اللي ربنا اعطاك اياه؟ كتير منكم لهم بيوت ولهم اسرات ولهم اولاد، فمن ضمن الاعمال اللي اعطاك ربنا اياها تربية اولادك في خوف الله. تقول ده انا ربيت اولادي كويس وتخرجوا من الكليات وجابوا مجاميع. انا بقول لك تربيهم في مخافة الله، مش بس انك تربيه ان صحته تبقى كويسة وان تعطيله من المأكل والملبس والتعليم، تربيه في خوف الله. بيقول: لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على اولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تنام وحين تقوم. فهل انت بتعمل كده؟ ربنا بيسألك في اليوم الاخير: هل علمت اولادك طريق الرب؟ هل حفظتهم ايات؟
تربيه كل اب وكل ام قبل ما يقول العمل الذي اعطيت ان الاعمل قد اكملته، يحفظ اولاده، يحفظ اولاده الاف، يحفظهم تراتيب، يحفظهم مزامير، يحفظهم طريق ربنا. السيد المسيح لما قال لربنا، لما قال لله الاب العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، قال له في نفس الوقت الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم، وهم قبلوا وامنوا انك انت ارسلتني، وقال له عرفتهم اسمك وسأعرفهم لكي يكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. انا عايزكم تحاسبوا نفسكم على دي. ان ما كنتش تقدر تعلم اولادك طريق ربنا، على الاقل تقول لهم تعالوا يا اولاد قبل ما ننام نقرا كلمتين في الكتاب مع بعض. تقول لي لا، ده انا برجع بيتي بعد ما يكونوا ناموا وخلاص. طب تصبح الصبح وتقول لهم تعالوا نصلي سوا، تعالوا نقرا كلمتين في الكتاب. مين فيكم بيعمل كده ومين ما يعملش؟ انا مش هحاسبكم، لكن انا حاسبكم تحاسبوا نفسكم. يعني كل واحد يقعد يحاسب نفسه، ايه اللي بتعملوه مع اولادكم؟ ايه اللي حفظتوه انتم من كلام ربنا؟ ايه اللي حفظتوه من الالاف؟ عندك وقت كتير للشغل، لكن ما عندكش وقت للعمل الروحي. ما هو كما انك انت مسؤول على اولادك في البيت، انت مسؤول عن نفسك. فما هو العمل الذي اكملته من جهة نفسك؟ من جهة نفسك. انا عايز في نوبة الم شوية حواليا كده واعمل لهم امتحانات. من الناس اللي بيقعدوا معايا وبيتكلموا وبيضحكوا ومبسوطين ووحشتني يا سيدنا وعايزين نشوفك، اقعد امتحنهم واشوفهم حافظين ولا مش حافظين. امتحان شافوا وتحرير. يا ريت اداء الاعتراف اثناء الاعترافات مش بس يسمعوا الخطايا اللي الواحد عملها عشان يقروا له الحل، يسالوه حافظ ايات قد ايه؟ حافظ مزامير قد ايه؟ حافظ ثلاثين؟ مش يقول لك انا حافظ ابانا الذي، ابانا الذي، ابانا الذي ده شغل اطفال صغيرين. علموا اولادكم الطريق الروحي بعمل من الاعمال اللي عملته لكي تكملوا. افرض ان واحد فيكم خادم في مدارس الاحد، هل يقدر يقول لربنا العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته؟ لتلقي كلام ومش عارف النتيجه بتاعته، ومش عارف الاولاد فهموا ولا ما فهموش، وبيعملوا به ولا ما بيعملوش. كل كاهن من الكهنه يقدر يقول العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته؟ اعطاك ربنا انك انت تعظ وتعلم وتحل مشاكل الناس وتزور وتفتقد وتاخد الاعترافات وتشوف مين اللي غايب وتجيبه. هل انت بتعمل كل ده؟ ازاي هتقف قصاد ربنا وتقول له العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته؟ كل واحد فينا لابد انه يقف قصاد ربنا ويقول له اعطيني حسابه كذا.
يقول له انا مددتك على الارض مددت الجاز، هل انت ساهمت في نشر ملكوت الله؟ ساعات الناس بيجوني يصرخوا ويعيطوا من انتشار شهود يهوه. طب يا ريت يكون عندكم الحماس اللي عندكم والنشاط اللي عندكم. هم ماشيين غلط صحيح، لكن خد النشاط. يقول كونوا حكماء الحيات، خد النشاط اللي عندكم وابني. مرة شخص من المنحرفين العقيدية كان طالب في كلية الطب، ما كانش شايف طالب في كلية الطب اللي قبله يكلموا عن المسيح. ومرة قعدت معه ومع زملائه في كلية الطب وقلت لهم قولوا لي ايه خدمتكم؟ وبتخدم انت؟ وبتخدم فين؟ انا فاكر الولد ده كتب لي يخدم فين؟ قال في البيت، في الكلية، في الكنيسة، في الشارع، في كل مكان. يعني عارف الصرف بتاعه. وبعدين عاد خدمتك، قال لي في وقت مناسب ووقت غير مناسب. طبعا دي كسرة المساوس الثانية الصخر بقى. لكن هو كان واد محلوبة. صحيح محلوبة منحرفة، لكن محلوبة. في انسان يخش الخدمه في منطقه يحلبها ايضا نار، ايضا نار. اهو ده اللي يقول العمل الذي اعطيتني قد اعطيت، الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم، عرفتهم اسمك وساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا ايضا فيه. هل انت بتعرفي ابنك الكلام اللي ربنا عرفه لك؟ ولا العقاب والانتهار والزعل الى اخره؟ العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. اعطاك ربنا انك تشهد لي، بيقول وتكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهوديه وفي السامره والى اقصى الارض. في اورشليم يعني في قلبك من جوه، وفي كل اليهوديه يعني بجوه عائلتك وجيرانك واصحابك وجوه الكنيسه، وفي السامره وفي اقصى الارض حتى الناس المعاندين والمقاومين. العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. ايضا ربنا اداك وجبات معينه تسافر بيها وتربح. هل تاجرت بيها وربحت؟ ربنا اعطاك ذكاء تشتغل بيه. ربنا اعطاك مواهب. ربنا اعطاك وقت. اعطاك حاجات كتير. ربنا اعطاك اجتماعات معينه. ربنا اعطاك معارف واعطاك جيران واعطاك اصدقاء. هل وسط كل هؤلاء نشرت كلمه ربنا؟ العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. اعطاك انك تكون هيكل لروحه القدوس. هل اكملت هذا العمل في شركة الروح القدس؟ احنا لابد ان نعطي حسابا عن كل ما عملناه وعما يجب ان نعمله وعما ينقصنا. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك.
احنا كثيرين ننتقد الاخرين، لكن يا ريت يكون عندنا شطارة في العمل البناء، في العمل الايجابي. ربنا مش يسألك غيرك عمل ايه، لكن هيسألك انت عملت ايه. قول له عملت عمالي، لحلقت الدنيا، عملت مشاكل. فبيقول العمل الذي اعطيتني، كلمة العمل الذي اعطيتني يعني مسؤولية اخذتها من ربنا نفسه. والمسؤولية اللي تاخدها من ربنا نفسه هي المسؤولية اللي تاخدها من الكتاب المقدس، هي المسؤولية اللي بتعيش فيها في مجتمع. انا رسمت البيت دلوقتي اكثر من 450 قسيس. لو كل واحد من 450 دول قال العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، دي مصر دي كانت تبقى سما تانية، كانت تبقى سما تانية. ممكن تبقى سما تانية.